مخطوطة فونيش، كتاب رسومي غامض، والذي يعتقد أن كتابته تمت في حوالي عام 1404، كتب من قبل مؤلف مجهول الهوية بأبجدية مجهولة وبلغة غير مفهومة. درست المخطوطة على يد العديد من المحترفين وعلماء التعمية، منهم أشهر علماء التعمية البريطانيين والأمريكيين في الحرب العالمية الثانية، وقد فشلوا في تفسير حرف واحد. والخيط الوحيد الموجود هو أن المخطوطة استعمل فيها نوع من علم التعمية القديم، وهو الذي أعطى وزنا لنظرية أن الكتابة التي يحتويها عبارة عن خدعة متقنة، وأن ما فيه نوع من الرموز الاعتباطية التي ليس لها معنى. سميت هذه المخطوطة على اسم بائع الكتب البولندي الأمريكي ويلفريد فونيش، الذي امتلكها سنة 1912. وفي عام 2005 انضمت المخطوطة إلى مكتبة بنك للكتب النادرة والمخطوطات بجامعة يال تحت اسم M408، ومن بعدها أصدرت أول نسخة للكتاب في عام 2005. حيرت مخطوطة فونيش الكثير، سواء مشفرين أو حتى لغويين، منذ ظهورها في الحياة الأكاديمية في أوائل القرن العشرين. يحتوي مجلد المخطوطة المصور على حوالي 240 صفحة، على الرغم من فقدان العديد منها على مر السنين. بالنسبة للتخمينات الحديثة، هذا الكتاب امتلك حوالي 272 ورقة في 17 ملزمة، وفي كل ملزمة 16 ورقة. كتبت المخطوطة من اليسار إلى اليمين بوضوح مع هامش يميني خشن. التنسيق في الكتابة مكتوب بسلاسة موضحة أن الكاتب كان يعرف كيف يكتب وقتما كان يكتب. النص يتكون من 17,000 نص منفصل، تنفصل عن بعضها البعض بفراغات ضيقة. معظم هذه الرموز تكتب بنوع أو نوعين من الأقلام البسيطة. تختلف لغة المخطوطة عن اللغات الأوروبية بعدة سمات. أولا، ليس هناك جملة قد تتكون من أكثر من 10 رموز، وكما يوجد القليل من الكلمات التي تتكون من رمز أو رمزين. وتوزيع الحروف في الكلمة غريب، فهناك بعض الحروف تظهر في البداية فقط، وهناك من تظهر في النهاية، والبعض الآخر في الوسط، وهو ترتيب وجد في اللغات السامية فقط، ولكن ليس في اللاتينية أو السريالية، مع استثناء الأبجدية اليونانية وحرفها سيجما. والنص يبدو أكثر تكرارا من النصوص الأوروبية المثالية، فهناك بعض الحالات التي تظهر فيها الكلمة ثلاث مرات متتابعة، وهناك بعض الكلمات في المخطوطة كتبت في بعض الكتابات اللاتينية في الصفحة الأخيرة، وهناك أربع أسطر مكتوبة بحروف لاتينية مشوهة، باستثناء كلمتان في المخطوطة الرئيسية. الحرفية تشبه الأبجديات الأوروبية في القرن الخمستاشر، ولكن الكلمات ليست منطقية لأي منها. وأيضا هناك تخطيطات في القسم الفلكي تمتلك أسامي لها نفس أسامي شهور من مارس إلى أكتوبر، مكتوبة بالحروف اللاتينية مع تهجئة إيحائية من العصور الوسطى، من لغات موجودة في فرنسا أو من شبه جزيرة أيبيريا. وعلى كل، لم يعرف سواء هذه القطع من الكتابات اللاتينية جزء من الكتابة الأصلية أو تم إضافتها لاحقا. الرسومات التوضيحية في المخطوطة أظهرت بعض الوضوح عن المحتوى العام للمخطوطة، ولكن تشير ضمنا إلى أن الكتاب يتكون من 6 أقسام بأساليب مختلفة وموضوع القسم، عدا القسم الأخير الذي يحتوي على نصوص فقط، وكل صفحة تحتوي على الأقل على رسم توضيحي واحد. هذه الأقسام هي: قسم عشبي، حيث تظهر في بعض الصفحات رسوم نبتة أو اثنين مع القليل من الكتابة، ولم يستطع العلماء تمييز أي من النباتات التي وضحت بالرسم أو تحديد جنسها. وهناك قسم فلكي يحتوي على تخطيطات دائرية الشكل، جزء من هذه التخطيطات صور على هيئة رموز تقليدية للأبراج. وهناك قسم أحيائي وقسم صيدلي. تاريخ هذه المخطوطة مازال مليء بالفجوات، وخصوصا في أجزاء الأولى، لأن أبجدية المخطوطة لا تزال لا تطابق أي كتابة معروفة، ولم يتم فك شفرات المخطوطة. والدليل الوحيد الذي يفيد عمر الكتاب وأصله هو الرسومات التوضيحية، وخصوصا ملابس وتسريح الشعر التابعة لأفكار البشر في العصور، وزوج من القلاع التي ترى في المخطوطة.
كلها تشخيصية للأوروبية، وعلى هذا الدليل فإن تاريخ الكتاب يعود إلى عام 1450 إلى عام 1500، هذا مع الزيادات السنوية كأدلة. وقامت جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009 ببحث علمي لتحديد عمر المخطوطة باستخدام الكربون 14، وتوصلوا إلى أن المخطوطة يمكن أن تكون بين عامي 1404 حتى عامي 1438. أول مالك معروف للمخطوطة هو جورج بارسيتش، خيميائي مجهول عاش في براغ في بداية القرن ال17، ومن الممكن أن جورج احتار مثلنا اليوم عن مضمون هذه النصوص التي شغلت مساحة من مكتبته بلا فائدة لبضعة سنين. انتقلت المخطوطة بمرور الزمن من يد إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وضعت العديد من الأسماء ككاتب محتمل لمخطوطة فونيش. فالبعض قال أن كاتب المخطوطة هو إدوارد كيلي، كان إنجليزيا مدان بالإجرام، وكان يدعي الوساطة الروحية، وعرف بعمله مع الرياضات الشهير جون دي في تحقيقاته السحرية. وفوق ذلك ادعى أن لديه القدرة على استحضار الأرواح والملائكة من خلال كرة، وادعى أيضا امتلاك القدرة على تحويل النحاس إلى ذهب، وادعى أنه قادر على رؤية الملائكة من خلال نوع من البلورات، وأن لغة الملائكة تدعى الإدريسية نسبة إلى إدريس. العديد من الأشخاص قالوا أن كيلي قد اخترع هذه النصوص على أنها الكتابة الإدريسية ليخدع جون دي، ومن الممكن أن يكون قد أنشأ الكتاب ليخدع الإمبراطور. شك آخرون أن ويلفريد فونيش قام بكتابة المخطوطة بنفسه كتاجر كتب أثرية، ومن الممكن أنه قد امتلك المعرفة اللازمة، والبعض يعتقد أن دافنشي من كتبها وتعمد كتابتها بلغة الطلاسم، ولكن كل هذه الادعاءات كذبت، وإلى الآن يظل كاتب المخطوطة مجهول. ويعتقد على نطاق واسع أن المخطوطة تفصل المعلومات الطبية والدوائية عن الطب في العصور الوسطى بسبب الرسوم التوضيحية الموجودة بداخلها، ولكن ثبت أن تأكيد المحتوى أصعب مما يمكن لأي شخص أن يتخيله. والبعض يعتقد أن ما كتب في المخطوطة عبارة عن تعويذات أو لغة جن أو شيء قيم للغاية، ولكن إلى الآن لا أحد يعلم ما فيها، فلم يقدر العلماء أو غيرهم على ترجمة محتوى المخطوطة. المخطوطة غير مفهومة، أي لا تترجم، ولكن سيتم نسخها يدويا، حيث حجز 300 شخص نسخهم من هذه المخطوطة الذي وصل سعرها إلى 8000 يورو. ويبقى السؤال، لماذا يدفع شخص مبلغ كهذا في مخطوطة لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقرأها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.